السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا النقل المباشر لمباراة الأسبوع السابع من مرحلة الإياب، المباراة التي يستضيف فيها فريق النصر فريق التعاون. عبد الله الشريف فكروه من جديد إلى مهند، مهند يحتفظ بالكرة، مهند يتقدم في الجهة اليمنى، يترك الكرة لعبد الله الشريف ليلعب كرة العرضية ولكن تعود من البقرماوي إلى التهامي من جديد، لعب الكرة إلى محمد جمعة، يعكس اللعب مع انطلاقة تدريس الذرات في الجهة اليسرى في وسط لعب الكرة العرضية، الذرات يلعب الكرة العرضية، تأتي الرأسية من خطر الكرة والهدف الأول، هدف أول لصالح فريق النصر. إذن الهدف الأول لصالح فريق النصر بعد الدقيقة الخامسة، يعادل اللقطة واسلام الغناي يسجل الهدف الأول. هدف مبكر بدون شك أنه سوف يغير من حسابات المدربين أو المدربين، خاصة مدرب فريق التعاون. البقرماوي لعب الكرة في الأمام داخل منطقة الجزاء، تعود تتهيأ الآن التسديد من مسافة بعيدة ولكن تعود من دفاع فريق النصر عند محمد عبد الكريم، تفتك الكرة الآن في مرتدة سريعة لصالح اسلام الغناي، يلعب الكرة عند مهند، مهند يبحث عن مساعد عند الذرات، يلعب الكرة العرضية تأتي راسية بلا والكرة ولكن ضاعت على عامر فرج عبد الحفيظ، فرج عبد الحفيظ يبحث عن مساندة، يلعب الكرة في الكرة العرضية، خطأ في ابعاد الكرة، تبقى الكرة لصالح فريق التعاون، التسديد الآن صافرة وخطأ. هذا هو محمد الككلي مدرب فريق النصر، لعب الكرة في الجهة اليسرى عند الطيب الأهلي، يرفع الكرة العرضية خطر الكرة ولكن الكرة تجاه عامر التورغي، يتابع فيه البقرماوي، عامر يلعب الكرة عالية الآن تأتي الرأسية من خطر الكرة والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح فريق النصر مع مطلع الدقيقة 22. إذا تتغير النتيجة، إعادة للكرة الماضية، غابت المتابعة. إذا اسلام الغناي يضيف الهدف الثاني، إعادة للقطة، غابت المتابعة كليا، اللاعب كان وحيدا في مواجهة المرمى. تلعب الكرة الآن تأتي راسية ابنها خطر الكرة ولكن يتدخل الدفاع عن ديلاي طلان، مهند يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، تأتي الرأسية بلا عبد الله شريف يلعب الكرة ولكن سهلة عند علي عبد الله. طيب لمحمد عبد الكريم في الجهة اليسرى. الآن الطيب يمر بشكل ممتاز، الطيب يدخل منطقة الجزاء، الطيب الطيب وركلة جزاء. إذا الطيب يصل على ركلة جزاء، هذه عادة اللقطة والكرة التي احتسبها من خلالها الحكم ركلة جزاء واعتراض صلاح فكرون على قرار الحكم. تقليص النتيجة، إعادة اللقطة من زاوية أخرى. تلعب ركلة جزاء الآن، تلعب والهدف الأول لفريق التعاون من ركلة جزاء. هذا هو فرج عبد الحفيظ للحارس أصيل المقصبي. وهذا هو الككلي. ومن الإشارة يبدو وهذا هو عبد السلام عبد الحفيظ. عامر يلعب الكرة لديقة عند ادريس الذرات الآن في وسط لعب الكرة العرضية، يلعب الكرة العرضية تأتي الرأسية لا ولكن كانت تصل الشامخ، تعود لفريق التعاون عند محمد عبد الكريم، وهذا أو الكرة بهذا الشكل تسهل من مهمة مدافعي فريق النصر، لأن دفاع فريق النصر قادر على احتواء كل المحاولات التي يقوم بها مهاجمو فريق التعاون. افتكاك الكرة من جانب علاء كحيص، إعادة للكرة الماضية والتسديدة التي التقطها أصيل على مرتين. علاء كحيص تبقى نصروية الآن، لعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء عند خطاب، يهيئ الكرة والتسديد تالانداي، فرج عبد الحفيظ. تبادل النصر في مباراة اليوم، استطاع بعد الكرة في أكثر من مرة وهذه محاولة قائمة الآن لفريق التعاون، لعب الكرة العرضية خطر الكرة ولكن ضاعت. علي سلامة
لعب الكرة في الجهة اليمنى عند مهند، لعب الكرة العرضية وتهيئة الكرة على حافة منطقة الجزاء والتصديد، ولكن حضور ممتاز من جانب عبيد الله. وفي هذه الآونة أعزائي المشاهدين يعلن حكم المباراة السيد رافع العويتي عن نهاية هذه المقابلة بتفوق فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. Thank you.